Oh,
على سيمفونية أحيدوس. مشكورون جميعا على هذا المجهود الجميل والأنيق، هذا الحضور لونا صوتا وأغاني وأهازيج، أهازيج الأطلس، أهازيج المغرب العميق. تنمير إثرباء أحيدوس أمونينا السيمفونية الفزاز الأحيدوس، تنمير تنسن ونسن قرار إطمنان بوتغمورا. بعد هذه الجولة الفنية عبر ربوع جبال وسفوح الأطلس، دعونا الآن نصل معكم إلى فقرة مفاجئة ومفاجأة، وهي تكريم شخصية وطنية ودولية سجلت اسم المغرب وحفرت اسمه في أولمبياد باريس، البطل سفيان البنقالي. ونكرمه باسم المدينة والإقليم، عامل صاحب الجلالة على إقليم فلان، مرفوقا بنائبة رئيس مجلس جهة فاس مكناس، رئيس المجلس الإقليمي إفران، ورئيس المجلس البلدي. فتصفيقات حارة. عيثما ديسما، عيثما ديسما نيوم غرفة الصغور ثان الصرات الحميضة الصغر سيرجو البراز أخذار. تصفيقاتكم على البطل الذي شرف المغرب، كل المغاربة يشجعونه ويحبونه ومعه الوالدة المحترمة، هكذا الأم المغربية الحاضرة دائما مع أبنائها. بعد ملحمة كأس العالم في قطر، ها هي ملحمة أولمبياد باريس، وعبر تكريمنا لسفيان البقالي نكرم أمه وكل الأمهات المغربيات. أنبراز أخثار نيدران العزة إذ مزيرة المغرب، أنبراز نيس بورزن ثم زيرت الناس دل أولمبياد باريس 2024، أنبراز نديوين العيلة نسا رساك دوذاذ نيفران لتواجينا سلمونا سبع عيد عرش ثورات الملك والشعب أباريق إرغان أخفون براز سفيان بقالي. صحيح، ويقدم السيد عامل عمالة إفران مفتاح المدينة تكريما له وشكرا له وامتنانا له على الصورة الجميلة التي قدمها له والإفران، إفران المدينة التي طالما احتضنت كل أبطال ألعاب القوى المغربية، الأبطال الذين شرفونا منذ سنة 1984. ترزيفت نونبراز سفيان البقالي هذا السيروش العامل تمدينة إفران مشاسة تسالوت تمدينة أيوز الناس خفوينيغا الأولمبياد باريس. إذن هنيئاً لسفيان البقالي بهذا التكريم، وهنيئاً لنا جميعاً به بأمه وبإنجازاته التي جعلتنا نفتخر ونعتز أننا مغاربة. تنمير ثائي ونبرز لها سفيان ثورانس ليغا باريس على سيتيم بون كوراج كثيواليوين دانين صربية. والآن كلمة للبطل سفيان البقالي. أنا شواز ونبرز سفيان. السلام عليكم، أول حاجة شكرا على التشجيعات ديالكم وعلى الاستقبال ديالكم الرائع، شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم اللي كنتلقاها منكم دائما من المصاري الرياضي، كنشكركم بزاف مرة واحدة أخرى، وأنا جيت سعيد بالحضور ديالي مع سكينة إفران. أنا خلاص دابا وليت ولد إفران وليت ولد المدينة، فجبت التدريب ديالي كلها هنايا، وأنا جيت سعيد بالتواجد ديالي بهذه المدينة هذه. وكنشكر بالاخص السيد عامل والناس ديال المنطقه ديال مدينه افران على استقبال وحفله الاستقبال مره اخرى، وشكرا جزيلا لكم مره اخرى وسهره ممتعه. شكرا. صحيح صحيح الطاس بلال تنمير تنك، شكرا لك جزيل الشكر على كل ما تقدمه من اجل الرياضه المغربيه ومن اجل الابطال المغاربه الذين يشرفون دائما في كل حد وصوب. عام سعيد لان سنمير البرز النخا سفيان البقالي الكون سنمير كل الجمهور عشاق الجمهور اصدقاء نفران.
كل ما قالها فوس بفوس أكاد ينجح بغراية خذار لنسيمير اللجنة التنظيمية لنسيمير المناظر الإعلامية لحضر النادي الخريبة لنمير هنون هجر شنو عندنا دابا؟ تنازورت تخذارت تنازورت لكسوات إيمان إيمان أزرور الحاجب الحاجب إيمان الحاجب وتحية الناس الحاجب وديما مغرب أتمنى تنازورت إيمان الحاجب